فهذا الدخن هو إيلان كنسموه في المغرب إيلان، هذا لا يهتم به الناس إلا لما يصابوا بكسور أو لما يصابوا بهذه أشهر. للأسف يجب أن يستهلك المسنين. نعم يجب أن يستهلك الشعير والذرة والأشياء، يجب أن تستهلك يوميا وليس ننتظر حتى يقول لنا شخص بأن عندي إمساك يجب أن نأكل هذه ولا. يعني يجب أن نأكل القمح بالنخالة، نبقاوش الناس يغربلوا دقيق، القمح بالنخالة ثم يجب أن يخلطوا، المغاربة كانوا كيخلطوا الذرة مع القمح، معروفة يعني في الثقافة الغذائية المغربية أن الناس كانوا كيعجنوا الذرة بالقمح. والآن هذا الدخن هذا ما معروف أن الناس كانوا يعجنوه، هو يعجن إلى أضافوا للقمح يكون جيد. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل الجلوتين، مرض سيلياك اللي ما يقدروش على الجلوتين، واللي عندهم مرض التوحدي، وحتى اللي عندهم الحساسية للجلوتين القمح يسبب لهم انزعاجات، وحتى اللي عندهم كرون والإرسياش يعني هذه القولون العصبي وتقرح كرون، هذا الجلوتين يسبب لهم انزعاجات على مستوى هذا، يستهلكوا هذا الدخن جيد بالنسبه لهاد الاشخاص هذو، لان ما فيش خالي من الجلوتين. فيه فيتوستروجينات، هو علاش قلت ياتي بين الحبوب والقطاني. نعم القطاني فيه فيتوستروجينات، الفول مثلا فيه فيتوستروجينات اكثر من الصويا، الصوجا بالفرنسيه يعني علي المغاربه كنقولوا الصوجا، الصويا فول الصويا. النساء الان يبحثن ويسالن عن الصويا ويشترين بعض منتوجات الصويا الباهظة الثمن، ثم لا يأكلن الفول، فول فقط، والفول فيه فيتوستروجينات أكثر من الصويا مع الأسف الشديد، وفيه بروتينات أكثر. فالصويا باش فيت الفول فيته بالدهنيات، الصويا فيها زيوت، فيها شوية. أما هذا القطاني هو هذا الدخن إلا هذا فيه كمية بروتين تقريبا تقترب من القطاني، وفي فيتوستروجينات تتعدى القطاني وتتعدى الحبوب. لماذا؟ لأن الشعير والقمح فيهم الليجنان، وهذا الليجنان هو اللي كيمنع سرطان الثدي. نعم. لأن كيعطي الأنتيرولاكتون داخل الجسم، الأنتيروديول والأنتيرولاكتون كيعطيهم داخل الجسم اللي كيمنعوا سرطان الثدي. إلى هذا إلان فيتوستروجينات، إلان هي فيتوستروجينات قوية جدا، وهي اللي كتحتاج النساء الآن لأمرين. نعم. الأمر الأول النساء اللي عندهم سن اليأس اللي فاتوا الخمسين. نعم. كتبدأ عندهم هشاشة العظام، خاص الخبز ديالهم يكون فيه الشعير ويكون فيه الدخن. نعم. لماذا؟ لأن عندهم فيتوستروجينات معهما حياة جديدة من الهرمونات، توقفوا الهرمونات التناسلية عندهم مبقاوش، ثم بدأت حياة أخرى، فخاص يكون عندها ضبط هرموني، وإلا غادي تكون مرأة ضجرة وغادي تتقلق وغادي تكون عصبية. يعني خاصهم فيتوستروجينات. نعم. وكيخاصهم كالسيوم مع المغنيسيوم. نعم. وهو هذو النساء في اثناء سن الياس خصهم يستهلكوا إلان يوميا، ماشي يتسناو حتى يصابنا بكسور ولا اشياء عادي بداو يسولوا على إلان. لا. نعم. خصو يستهلك هي الذره، هو نوع من الذره، الا نوع من الذره والبشنه كنسميوها البشنه في المغرب، هذه طحنوه يخلطوه مع القمح يعجنوه ويخلطوه لما يعني يهيئوا حساء الشعير، يهيئوا حساء الشعير مع هذا الدخن، يضيف نصف 50 يعني دخن مع شعير يعطي حساء جيد، او ربما يضاف مع القطاني حساء الفول مثلا يضاف اليه دخن كذلك. لا. لانه سيغنيه يعني باشياء غير موجوده في القطاني. هو الدخن قوي جدا، كيلاحظوا الناس على ان يعني كيف نقولها بالدارجه هو كيشبع. وملي كي الناس كياكلوا هذا الا هذو كيبقاو شبعانين، يعني كامل تقريبا كيحس بالجوع. لماذا؟ لانه غني، وهذا الغنى ديالو بالاملاح المعدنيه، الفيتامينات اللي فيها، الفيتامينات حمض الفوليك اللي موجود في القطاني، وكذلك حمض مكون فيتامين بي الموجود في النشويات، لان النشويات معروفه بفيتامين بي، ثم الاملاح كلها موجوده في هذا الدخن، كل الاملاح موجوده في الحديد، في الزنك، في المنغنوز، في المغنيسيوم، في الكالسيوم، في الفوسفور. ولهذا علي هو وجود الفوسفور والكالسيوم والزنك مع الحديد، فهذا علاش كي شويه كي يساعد، لا يسرع، انما يساعد الناس اللي عندهم كسور. كاين الناس اللي غادي يتناول هذا الدخن صافي راه غادي يجبر بسرعه، لا يساعد. يساعد هو تغذيه جيده، لان هذا صلابه العظام، صلابه العظام هي من الكالسيوم والفوسفور والحديد، يعني هذا. فمعدن السيلينيوم يعمل كذلك في هذا الإطار، معدن السيلينيوم كذلك يعمل هنا.
لهذا يعني هذا الوجبة هذا ما حبوب تستهلك، حبوب عادية تستهلك، يعني ما كان المغاربة كما قلت كما المغاربة ما كانوا شيء يعني يأكلوها، لأن بالنسبة لهم أيام كيعطوهاش أهمية. نعم لا بالنسبة للمغاربة مادة متخلفة بعدا، هو هذا الدخن كان مادة متخلفة ما يأكل شيء، لأن الفلاحة ما كانوا يأكلوا البشنة ما معروف، لأن كان أكل الحيوان. ولكن في العصر ديالنا مع مشكل الكوليسترول أمراض القلب والشرايين ويعني الالتهابات الداخلية وأمراض القلب والشرايين ومشكل ديال هشاشة العظام ومشكل ديال اللي عندنا الحاصل الآن في المجتمع، مشكل خطير والمشكل الخلل الهرموني عند النساء، هذه كلها أشياء. هذا الدخن جيد، الدخن جيد لماذا؟ لأن مستوى الكالسيوم اللي كيكون مرتفع، الأشخاص اللي عندهم اضطرابات عصبية والأشخاص اللي عندهم مشكل على على مستوى يعني التنسيق العضلي العصبي اللي هو السكليروزيس الملتيبل سكليروزيس اللي منهم الألزايمر والباركنسون، خصوص السكليروزيس بس اللي عندهم تصلب اللوائح خاص التغذية ديالهم يكون فيها نظام فيه ماغنيزيوم وكالسيوم يعني مرتفع، وخصهم هذه الموصلات العصبية كذلك مع حمض الأوميغا 3 حمض الأوميغا 3. وهاد الأشخاص هادو كيتسموا بسرعة اللي عندو تصلب اللوائح خاصو يقلع عن الحلويات والمقليات، لأن الجسم ديالو يتسمم بسرعة. نعم. وكلما تناول هذه الأشياء هذه وقعت تقع لها تأكسدات داخلية، كلما وقعت تأكسدات داخلية كتسرع المرض ديالو حتى الناس كيوليو ما يقدروش يوقفوا. نعم. غادي يزحفوا يعني غادي يكون عندهم شلل تام في الجسم. عليا البلدي والرومي في إيلان قليل اللي يعرف أن كاين إيلان الرومي إيلان البلدي في السوق، ولكن الناس اللي كيبيعوا كيعرفوا. أنا طبعا حتى ملي كنسول أنا الناس. نعم. ما عارفينش. وكاين اللي الحلبة البلدية والحلبة الرومية والقزبر البلدي والقزبر الرومي والعدس البلدي والعدس الرومي والفول البلدي والفول الرومي. نعم نعم دابا كاين فول دخل أسود، واحد الفول غادي ياكلوه الناس عنده لون أسود. نعم. هو لا علاقة له بالفول المغربي، وهذا يعني ولا كيتباع يعني حتى الزريعة ديالهم مابقاش كيتباع الفلاح يشريو بالعبرة ولا كيشريو بالباكية ولا كيشريو بالكيلو. إلا بقى عندنا بذور بلدية بقى عندنا بذور جيدة، الناس دابا ملي غنقول لهم راه إيلان هو البشنة ربما غادي تعجبوا. نعم. يعني كلمة البشنة معروفة عند الفلاح، أنا الضرة البشنة معروفة وكانت تقتل لهم البقر، ما كانوش كيبغيو يزرعوا لأن كانت كتوحل البقر وكانت كتقتل البقر حيت هذيك السبوله ديالها كتكون حرشه كتوحل البقر. ولكن الان اصبح غذاء لا مفا لا 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 مفر منه، اصبح غذاء ضروري لبعض الناس. نعم. لمنهم هاد الاشخاص اللي عندهم كما قلت مشاكل عضلية ومشاكل مع تصلب اللوائح الأمراض المناعية، والناس اللي عندهم مشكل على مستوى القولون الجلوتين. الآن الجلوتين غادي يحدث ضجة كبرى في العالم. نعم. الجلوتين غادي يعمل ثورة في العالم الجلوتين، يعني الجميع حساسية في العالم الآن أصبحوا يحذرون من الجلوتين والكازين. نعم. لماذا؟ لأن الإنتاج ديال الحبوب وإنتاج الحليب ما بقاش هو الإنتاج الطبيعي. نعم. ما بقاش الكازين ديال الحليب أبقار طبيعية، ما بقاش الجلوتين ديال القمح الطبيعي. طبعا ملي تبدل غادي يولي عندنا مشكل. الجلوتين الآن هو الليكتين، الجلوتين هو الليكتين الذي يسبب جميع الناس كيسبب لهم مشكل وانزعاج. هذا الدخن أو إيلان هذا لوميلي هو أصبح تغذية ضرورية للناس. نعم. تغذية ضرورية للمرضع. نعم. تغذية ضرورية للنساء لأن الفيتوستروجينات ومشكل الكالسيوم والمغنيسيوم. تغذية ضرورية لأصحاب القلب والشرايين لأن في أملاح معدنية. نعم. في أملاح معدنية وأملاح معدنية مثل الكروميوم، معدن الكروميوم جيد لأصحاب السكري، الفيتامين ب جيد لأصحاب السكري، حمض الفوليك جيد لأصحاب السكري، الألياف الغذائية المتخمرة ضرورية لأصحاب السكري.